بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تفسير سورة النساء، الدرس 39. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنواصل الكلام مع أحكام القرآن الكريم، وقد وصلنا إلى قوله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا. الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة، ومن أصدق من الله حديثا. فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا، أتريدون أن تهدوا من أضل الله، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. قوله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها. التحية هي ما يقال أو يفعل عند اللقاء من كلام أو فعل يظهر منه تكرمة المقابل، وتحية المسلمين هي السلام، وهي تحية أهل الجنة، كما قال تعالى: تحيتهم فيها سلام. فتحية المسلمين هي السلام عندما يلتقي بعضهم ببعض. والسلام، البداءة بالسلام سنة مؤكدة، ورده واجب. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا الجنة حتى تحابوا، لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. وقال عليه الصلاة والسلام: أيها الناس، أطعموا الطعام، وصلوا الأرحام، وأفشوا السلام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. وقال عليه الصلاة والسلام سلم على من عرفت ومن لم تعرف، يعني من المسلمين. فبذل السلام فيه خير كثير، لأنه يزرع المودة في القلوب، ويقارب بين المتباعدين، حتى الذين بينهم شحنة وسوء تفاهم. إذا سلم بعضهم على بعض زالت الشحنة، قال عليه الصلاة والسلام: يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. وفي هذه الآية يقول جل وعلا: وإذا حييتم، الخطاب للمؤمنين، وإذا حييتم أيها المؤمنون بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وكما ذكرنا أن البداءة بالسلام سنة، ورده واجب. حيوا بأحسن منها، فإذا قال السلام عليكم فالأفضل أن تقول: وعليكم السلام ورحمة الله. وإذا هذا مستحب، والمتعين
والواجب أن تقول وعليكم السلام. وإذا قال السلام عليكم ورحمة الله فإنك تجيبه وتقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وهذا أكمل الرد. وإذا قلت وعليكم السلام ورحمة الله كما قال فهذا واجب. وقد جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم جالس في أصحابه فقال السلام عليكم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وعليكم السلام عشر، ثم جاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته عشرون، ثم جاء ثالث فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ثلاثون. فقالوا يا رسول الله، سألوه عن ذلك فقال عشر حسنات وعشرون حسنة وثلاثون حسنة. فهذا فيه دليل على فضل أن المسلم المسلم عليه يرد بأحسن مما سلم عليه به، وإن اقتصر على ما سلم عليه به فهذا واجب لا بد منه. وهذا هذه الآية الكريمة يقول جل وعلا فحيوا بأحسن منها أو ردوها، إن الله كان على كل شيء حسيبا، أي أنه سبحانه وتعالى يحاسب عباده ويجازيهم بحسب حسناتهم وأعمالهم. فمن أفشى السلام وحرص عليه فإن الله يجازيه الأجر العظيم، ومن ترك السلام فإنه يكون تاركا لمستحب ولا ينال هذا الأجر العظيم، ومن ترك رد السلام فإنه يكون تاركا لواجب وعليه إثم، لأن من ترك واجبا فإنه يأثم ومن فعله فإنه يثاب. إن الله كان على كل شيء حسيبا، أي يحاسب عباده ويجازيهم بأعمالهم ويضاعف الحسنات من فضله سبحانه وتعالى. إن الله كان على كل شيء حسيبا. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، إن الله كان على كل شيء حسيبا. ثم قال جل وعلا الله لا إله إلا هو، هذه جملة عظيمة وكلمة عظيمة. الله لا إله، أي لا معبود بحق سواه، وكل ما عبد سواه فهو باطل. ليجمعنكم إلى يوم القيامة، اللام موطئة لقسم محذوف، تقديره والله ليجمعنكم، وهو سبحانه وتعالى صادق وإن لم يقسم، لكنه أقسم من باب التأكيد، كما أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقسم على البعث. ويستنبئونك أحق هو، قل إي وربي إنه لحق. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. فالبعث
الإيمان به ركن من أركان الإيمان الستة، من لم يؤمن به فإنه يكون كافرا بالله عز وجل، كما قال تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، فوصفهم بالكفر. هذا، وإلى الحلقة القادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.